متى الرسول انصرف يسوع إلى نواحي صورة وصيدة، فإذا بامرأة كنعانية من تلك النواحي خرجت تصرخ وتقول: ارحمني يا رب يا ابن داود، إن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجبها يسوع بكلمة، ودنا تلاميذه فأخذوا يتوسلون إليه قائلين: اصرفها فإنها تصرخ في إثرنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. أما هي فأتت وسجدت له وقالت: ساعدني يا رب. فأجاب وقال: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء الكلاب. فقالت: نعم يا رب، وجراء الكلاب أيضا تأكل من الفتات المتساقط عن مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. ومن تلك الساعة شفيت ابنتها. حقا والأمان لجميعكم. بسم الأب والابن والروح القدس، آمين. أخوتي، بنطلب نعمة الروح القدس حتى يعطينا موهبة الفهم لنفهم كلمة الرب يلي خاطبنا بها، مثل ما سمعنا بالتهليل: خاطب الرب شعبه ونحن شعب الله. هالكلمة يلي ربنا خاطب فيها الشعب من العهد القديم بعد مستمرة لنا، ويلي وصل الكلمة وترجم الكلمة وفسرها للناس حسب وقتهم وأيامهم وأعمارهم وفهماتهم هو الروح القدس. مش هناك روح القدس اليوم قادر يفهمنا نحن شعب الله اليوم شو المطلوب منا نعمل، أو كيف بدنا نفهم الكلمة يلي سمعناها. سمعنا بأعمال الرسل كيف ربنا عم يفهم ويقود شعبه. بولس يلي كان اسمه شاول، يلي كان عم يضطهد الكنيسة وتغير من مضطهد إلى مدافع عن كنيسة، كيف بلش ينتشر الإيمان لخارج أورشليم لعند الوثنيين، وكيف الروح القدس أعطاهم موهبة التمييز. هذه موهبة كمان. شفنا كيف بربولس ميز بين الإنسان الصادق والإنسان الكذاب، هالساحر يلي سمعنا عنه. هذه موهبة ربنا بيعطينا إياها حتى نقدر نعطي الإنسان بكل صدق، لكن بده يكون هو عنده صدق كمان بقلبه بحياته. اليوم هالإنجيل اللي سمعناه هو التكملة للإنجيل هالأسبوع كله سوا من إنجيل متى بالفصل 15، يلي هو كمان عم يترجم لنا إنجيل يوم الأحد، يلي هو كان عنوانه إرسال الرسل 12. الأسبوع الماضي ربنا اختار هالـ12 وسميلنا إياهم، أول واحد سمعان بطرس وآخر واحد يهوذا. ربنا اختارهم حتى يكونوا بركة للآخرين، حتى يكونوا نور للعالم، حتى ربنا يحكي العالم من خلالهم. هذا هو الاختيار، مثل ما بيختار كل واحد منا كمان وقت نتعمد وبنقبل هالنعمة نصير أبناء الله، مش لألنا لغيرنا. هالأسبوع هيدا فرجينا شو طلب منهم وكيف أرسلهم وعطاهم السلطان إنه يشفوا كل إنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه وكل شيء، كل إنسان من كل علة ومن كل مرض عنده ديه. وبعتهم وقال له: أنا معكم. بس بوقت وقت بعتهم ما راحوا، أعطاهم الرسالة بس ما كانوا قادرين يروحوا. منسمع أنه بعت 72، هودي بعتهم هيك اختبار حتى يشوفوا هني اختبار حالهم، بس 12 كان لازم ينطروا الروح القدس، لأنه مش هين الإنسان يقدر يوصل كلمة الله، لأنه محتاج لنعمة الروح القدس وإلا بيغلط. مش هيك من بعد ما يسوع حكيهم هالكلام هيدا أخذهم معه مشوار حتى يختبروا، حتى يعرفوا بعدين وقت اللي بيواجهوا هالصعوبات كيف يواجهوها هني كمان وكيف يحلوها. الاختبار، مش هيك
أول اختبار مشوا فيه هني العلاقة مع الفريسيين، وشفناها باليومين الماضيين كيف هني اللي متعلقين بالحرف بالحرف، كأنه الذبيحة أو القوانين هي اللي بدها تطلع الإنسان على السماء. الذبيحة معناتها كل شيء بتقدمه داخل الهيكل لله. يسوع كان يقول لهم في شيء أهم من هيك، ما لازم تنسوا يلي شيء بتعطيه لخيك الإنسان برا، يلي اسمه الرحمة. أعمال الرحمة وبعدين قدم ذبيحة الإفخارستية، يعني الشكر، تشكر الله أنه أنت صرت مثل الله، صرت ابن الله. كونوا رحماء مثل ما بيكم السماوي هو رحيم. وأخذوا مشوار، جابهم على بلادنا على منطقة صور الصيدا يلي منتمنى أنه ترجع تصير بلد الإيمان مثل هالمرأة يلي هي هالمرأة الكنعانية. وهونيك سمعنا هالكلمات يلي الإنسان يلي أول مرة بيسمعون أو كتار بعد منا بيقولوا معقول يسوع يحكي هالكلام؟ نحن ما بنقولهم. معقول يترجوا تلاميذه أنه يا عمي هالمرة لحقتك وبنتها مريضة وهو مش فرقاني معه؟ بعدين برجع بيقول لها أنه أنا ماني جاي إلا بس لقسم من اليهود. بعدين آخر شيء بيعطيها مثل يعني فيها تحقير هالمثل هيدا. أكيد يسوع مش عم بيقولن لأنه بيعنيهم، كان عم بيعلم تلاميذه يلي هن ماشيين معه كيف يتصرفوا، ويدلهم على ثلاث خطايا كبار يلي بيمنعوا عمل الرحمة. ثلاث شغلات كبار مهمين. أول شغلة ويلي بيحكي عنها البابا فرانسيس بسميها خطيط العالم، اللامبالاة. هو عمل حاله، هودي كلهم سوا عمل حاله يسوع حتى يفرجيهم كيف هني بيتصرفوا. كمان عمل حاله مش فرقاني معه. أوكي، مرة مريضة، مرة عم تتوسل، أنا ما خصني بالموضوع، مش فرقاني، ما جاوبها بالمرة. هيدي خطية كبيرة بيقول عنها البابا فرانسيس، خطية العالم، أنه أنا مش فرقاني معي، أنه حدا محتاجه أنا مش فرقاني معي. يمكن مش قادر بس ما تكون مش فرقاني، هيدي خطية كبيرة. أنه شوف ناس معترين، ناس أولاد عم تتقتل، أنا مش فرقاني معي، كأنه أنا ما بيخصني بالموضوع. هيدي خطية، وهي بتمنع الإنسان أنه يكون مثل الله، لأنه الله فرقاني معه. مش هناك، هيدي أول شغلة، أنا لازم يكون فرقاني معي وقادر أعمله لو أنه شي كلمة قدر أقولها. هو ما قال ولا كلمة حتى يقول لهم إذا ما قلت ولا كلمة هي خطية. إيه لازم أنا أكون عم بقدر، أنا على القليل بقدر ساعد بكلمة، إذا ما بقدر ساعد بلقمة أو بمصاري أو يلي هو بصلي له لهالإنسان. إذا سمعت حدا محتاج، إذا مش قادر ساعد قول يا رب بعت له حدا يساعده. إذا سمعنا عم نصلي لحدا نتوفى قول الله يرحمه، قولها من قلبي، هيك أنا أكون عم ساعد يعني فرقاني معي. وهالكلمة هيدي ما بنعرف شو بتعمل، هيدي بتعطي حياة، لأنه هيدي بداية عمل الرحمة. تاني شغلة يلي عم يعلمون إياها إنه ما ميز بين الناس، هيدا غني وهيدا فقير، وطبقات الناس، لأنه الإنسان المحتاج مثل الإنسان اللي بيروح على الطوارئ المستشفى. طوارئ المستشفى ممنوع إنه إنسان يوصل ويقولوا له أنت لا حبيبي ما معك مصاري، موت برا وما فيك تفوت لجوا. هيدي إنسانيا ممنوعة، ما فيني يميز. هو قال هالكلمة هيدي إنه أنا ما جيت إلا لفئة من الناس، هيدي خطية، ما فيني أنا جيت لفئة من الناس، مش المهم مني هالفئة هيدي، أنا لكل الناس، والحاجة حاجة، والعم بيموت عم بيموت، مش المهم إذا معه مصاري أو ما معه مصاري، كل إنسان محتاج لهالكلمة أو للرحمة أو للمساعدة. والخطية الثالثة هي التمييز بين الديانات أو الأعراق. هودي الجماعة منهم يهود، سماها أنتو مثل الكلاب، هيك كانوا يحكوا عنهم بهالمعنى. هيدا هيدي كمان خطية كبيرة، أنه أنا لا، لأنه هيدا مش من ديني أنا ما بدي ساعده أو أنا ما بدي رحمه. وعم نحكي عن الأشخاص اللي محتاجين لرحمة، محتاجين لرحمة، لأنه في ناس ايه ميتين، يعني بمعنى أنه كلمة صغيرة، لقمة صغيرة، مساعدة صغيرة، حدا يقف حد منه بتعطيه حياة، هيدي الرحمة. رحمة مش معناتها أنه إنسان يعني هيك إجي أعطيه، إنسان محتاج حياته، مثل ما سميتها، مثل كأنه فات على الطوارئ، هيدا محتاج، هيدا لا في ينطر
وهذا لفك تقول له شو في بجيبتك، ولفك تقول له انت شو دينك. هودي ثلاث شغلات ما فيك تعملهم مع الانسان يلي في مسألة حياة وموت بالدق. مش هناك يسوع عم يعلم تلاميذه ويعلمنا نحن انه هيدي هي الرحمة، هيدي هي اللي بصير نشبه الله. اذا عملناها ساعتها بحقلنا نفوت على الكنيسة ويقول له يا رب أبانا الذي في السماوات، وصلي صلاة الأبناء، ساعتها بكون صلاة الشكر. هيدي هي، وإلا ما بتنفع صلاتنا بالكنيسة، مش قداسنا يلي بده يطلعنا على السماء. ولو أنا عم بحكي كلام يمكن صعبين شوي، نحسهم هيك إنه مفكر حالنا إذا قدست هني بيطلعني على السماء. الرحمة يلي بدها تطلعني على السماء، لأنه آخر كلمة رح نسمعها نحن وطلعين على باب السماء، كنت جعان، كنت فقير، كنت محتاج، كنت محتاج وعطيتني ورحمتني، مش هناك تعالوا إلي يا مبارك يا أبي. قداسنا هو اسمه قداس الشكر. أنا بيجي بشكر الله وبطلب منه القوة والنعمة حتى أقدر كمل الشغلة وأقدر كون مثله هو. هونيك طريق السماء، هونيك اللي بدها توصلني للحياة الأبدية. وهيدي بدها تمييز من الروح القدس، لأنه الروح القدس هو اللي بيعطيني النعمة حتى ميز. لأنه بعرف وإحنا ما نختبر هيدي، في كتير ناس بيستغلوا الرحمة وبيستغلوا المؤسسات وكل الأشياء هيدي، يمكن ما نكون صادقين مثل ما صار مع مار بطرس، مار بولس يلي في إجا حدا ما نكون صادق. روح القدس خليه يعرف مين الإنسان الصادق ومش صادق، هيدي خلي العمل الروح القدس هو يلي ميز فيها. ويلي مفتكرينا مش رايح على السماء، يسوع اليوم برهلن إياها، العظيم إيمانك أيتها المرأة، عظيم إيمانك. وبإنجيل تاني بيقول أنا ما شفت حتى بإسرائيل إيمان أعظم من هالإيمان هيدا. حتى قلنا أنه ما نحكم على الناس بالمظاهر، لأنه الإيمان هيدا ما بده، ما في ميزان، الإنسان ما في زين، ما في إلا الله يلي بيزين الإيمان. الإيمان هيدا نعم يلي ربنا بيعطيها لكل إنسان، وما بنعرف كل إنسان كيف هو بيتجاوب معه. أخوتي نطلب روح القدس يعطينا النعمة كلنا سوا، أبناء اليوم، أبناء نحن شعب الله اليوم، يلي أكيد في كتير حاجات، في كتير ناس عم بيموتوا محتاجين لرحمة. ومش ده مش بس الموت هو الموت الجسدي، في الموت الروحي، الموت النفسي، الموت الإنسان المقطوع رجاء، هذا كمان موت. هودي كلنا سوا محتاجين، ونحن نور العالم ونحن ملح الأرض. الاتكال علينا بالرغم من كل ضعفنا، بالرغم من تقصيرنا ويمكن من مش إمكانياتنا، بس مثل ما عم أقول نحن عنا ثروة كبيرة اسمها الصلاة، هالنعمة الكبيرة يلي هيدي بتقدر بتحول كتير إشياء. نعرف الأيام ضيقة على الكل، لكن قادر الإنسان يقول كلمة، أنا بقول الكلمة بتحرك قلب إنسان يلي هو قادر يساعد إنسان تاني. ما بنعرف كيف ربنا بيحب يشتغل، لكن هذا عمل الرب ونحن شغيلي عند ربنا. نحن دورنا نكون عندنا هذا الاهتمام، وربنا هو بيكمل الباقي. آمين.